هلو ليديز اند جنتلمان، عايزاكم كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء مثل ما انتم شايفين. حبايبنا اليوم نزلت عنا حاطط الطبسونيا، ويلي ويلي ويلي. طبعا هون حبايبنا في عنا اربع طبسونات نازلات باللعبه. طبعا هون يا شباب كل طبسون طوم صون طوم صون. يا اخي انا بدلها بالطبسون، فهمت علي شلون؟ المهم حبايبي اليوم عنا اربع اسلحه جديده، حاضنه جديده. اوكي، عن اول واحد جاب اللي هو هذا طبسون المجرة النمر، هم على من النمر هيك شكله يعني. تمام، وعنا الضرر تبعه اثنين وفيه اثنين دقة. اوكي، هذا اللي يعتبر يعني التوب الاغلى واحد يعني. اوكي، عنا هذا الاصفر بومز هون، وش اسمه الفجر البري حبيبي والله، هذا شاف فيه مدى. اوكي، وفيه اختراق الدروع. اوكي، يعني هذا بضرب بالمدى يعني فيه مدى واختراق، باينه معنا من الكلام. اوكي، اللي بعده تبصر النمر الراري، النمر الناري. اوكي، هذا شاف فيه ضرر واثنين مدى، هذا وهذا شفت انه هذا فيه اثنين ضرر، وهذا هذا فيه واحد ضرر واثنين مدى، هذا فيه اثنين ضرر واحد دقه. لا غير، فقط لا غير غير، هذا فيه المدى، مدى ومدى تبعه باللوز. اللي بعده عندنا الجلدي. اوكي، يعني اوكي، هذا يعني النار اوكي. تمام، قول لي هذا اللي بيعجبني، تومسون الفهد الثلجي، هذا الشباب فيه معدل اطلاق النار واثنين دقه. صراحه يا جماعه ما تعرف شو، نحن بنعرف شباب دائما الاسلحه بتكون اسطوريه، دائما بتكون فيها الضرر والدقه. اوكي، لا مو ضرر ودقه، ضرر وسرعه معدل اطلاق النار، الدور اذا بيكونوا بالدور في موجودات بيكونوا بالراس. اوكي يعني حبايبنا، حال وقت الجد شباب، نشوف هذه الحاضنه، نحن نحرق جد ابوها مع الليم باللوز. معنا 50 روقه بسي في طاقه، معنا 35 حجر. نقول بسم الله يا شباب، اول لفه ليتس جو. شايف بدنا اقنعه شباب، احنا بدنا اقنعه. نحن يا جماعه بدنا اقنعه، يا جماعه بدنا اقنعه. اقنعه يا برو، اعطيني غناء. نبلش معلم اولته هيك يا شباب. قول لي هون اضافوا شيء جديد شباب، هون على اليمين للحاضنات، شوفوا معي مكه قبل مكه في هذا الشيء يا شباب. حلو، نايس والله حلو يا اخي. بلشنا ليش يا تنونا يا ربي، بدنا يا اخي بدنا اقنعه يا معلم. هنا ولو مستحيل ايش اللي عم يصير يا جماعه، هذا الشيء مستحيل يعني. راح تعطونا قناع ولا شلون؟ لا هيك كثير، هيك كثير شباب. ول ضربت لفه واحده شباب، طلع لك قناع يا جدك. اوكي باللوس، اللي بعده نضرب كمان هون اللي دفات. انا بحظي شباب بالاحجار حلو، بس ولكن بالاقنعه بيض يا جدك. اوكي تمام، نكمل انا مع نضرب الجوار، لا تذكرني ونشوف شو بدنا اقنع يا معلم. يا الله يا الله، اعطيني قناع يا جدك، ولا اعطيني قناع. ويل، لا 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 لا، مستحيل مستحيل يا جماعه، عم بيعطوني كل شيء الا الاقنعه يا اخوان، شو هذا الحظ؟ قناع ولو يا ربي. لا هيك بليز قناع، الله يخليك. هاي حلوه، احلى قناع، حلو قناع، صار عندنا قناعين باللوت. شوف شباب كم يكلف هذول التبصرات، أربعة معلم بثلاثة، أوكي خمسة، أوكي ماشي. لا راح نكملوا، ماشي يا شباب اللب. يا الله قناع يا معلم، أعطيني قناع يا اسطى، أعطيني قناع يا أخي، ما بده يعطيني قناع هذا. لا ولو قول لي علق قناع يا معلم. لا حالة في مين ما يعطيني قناع شكله اخونا. اوكي هون نقدر ناخذ هذا الحجر، تمام. شوف فيها جدك، صار معي 50 حجر يا جدك، ويلي قناع ولو يا زلمه، شو هذا الحظ؟ لا مو طبيعي شباب، شو هذا؟ ما بيعطوني قناع يا الله، تعطيني قناع يا استا. لا هيك معلم، نطلع من هون ونرجع ندخل نشوف الوضع معلم، صاير معلم ليش هيك بده يعطيني قناع؟ يلا قناع يا معلم. اوكي هاي احلى قناع، حلو، هاي صار عندنا 3 اقنعه يا شباب. اوكي كملوا، يلا شي قناع معلم، اعطوني والله قناع يا شباب، ما بدهم يعطيني القناع يا شباب، ليش هيك البضع مو باللوز؟ قناع ولو؟ والله ما في قناع، قناع يا زلمه، اعطينا قناع ولو يا ربي. لا ليك معلم، الحظ كيف صار نحس يا شباب، الحظ نحس يا جماعه، الحظ نحس مو طبيعي. ول 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 ول، يا الله شو هاد يا اخي، في شيء مو طبيعي عم يصير هون.
احجر يا اخي، بيعطوني بس احجر ما بيعطوني اخر يا معلم. ول لا معلم، حد داعي علي ول 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 لا 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 مو طبيعي معلم، حجر مو طبيعي جدك. واخيرا خناء، واخيرا خناء يا اخي سماي حجر حجر، ما في غير بيعطوني احجار، ما في غير بيعطوني احجار يا جدك. شوف شوف كم حجر، 955 حجر يا جماعه. ول ول اوكي هذا نشوف، شوف عندنا هون عندنا اربع خنيان، نقدر نجيب واحد من هذول صراحه. يا شباب راح اجيب نشوف شوف هون، ما احنا اكيد نجيب هذا. اوكي هذا فيه افكت حلو، فيه اثنين ضرر ودقة وبس، ولكن انا يعجبني دائما السرعة يا شباب، السرعة اللي يعجبني من الاسلحة. اوكي خلينا نكمل كمان شوي شباب، شوي اعطانا شي قناع بلوز، اعطينا قناع بلوز. كم سكة سريعة؟ اها زبطت يا زلمة، كم سكة كم سكة سحب بسرعة؟ كم سكة سريعة معلم؟ يا سلام، ها؟ ها؟ هاي لفة الاسطورية يا جدك، هاي الكبسة الاسطورية معلم، هاي صار على سبعة قناع فرد مرة يا جدك. بلوز حلو حلو حلو، هاي صار على سبعة، اصبر شوي. اوكي هيك صار عندنا سبعة اقنعة يا جماعة، الان بدنا نكمل كمان وشوي نحاول نجيب كمان من الاقنعة. اوكي علقت هاي ولا اشتغل معلم شوي هيك؟ ويلي 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 ويلي، ايو علقت علقت. ايرور سيفر ايرور، اعطاني تايم اوت، وات ذا هيل؟ شو صار يا معلم؟ لقلقت السيرفر ولا شلون معلم؟ يا جدك يلا قناع ثاني يا ول، قناع يا معلم، قناع يا معلم، قناع يا معلم، قناع ولو والله يا شباب يلا اعطوني قناع. شنو تمن؟ اثنين حجر. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، الاحجار يا شباب الاحجار مو طبيعي، بيعطوني الاحجار هذول يا اخي، ما بدي احجر. قلت لك قناعين، اطلع هات لك قناعين، قناعين قناعين شباب حلو، قناعين يا معلم. اوكي باخير قناعين كمان ثانيين شوي نجيبهم. لا يا شباب صراحة ويلي. اوكي يلا يا معلم، يلا يا معلم، شو قناع باللوز يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ها اوكي يلا اخر قناع معلم، قناع يا برو. ويلي 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 يلا سامعي، شوف الحجارة يا اخي، ماشي في شيء مو طبيعي عم يصير يا جماعه، والله مو طبيعي، والله مو طبيعي معلم. هي اول هد يعني نسبه الحظ البيض يا معلم، يديك ربي حضري. اعطوني اخر قناع يا زلمه، خلاص هيك وباللوز حبيبي والله يا لطيف يا معلم. اوكي شباب راح نبلش شباب بابطا واحد، ارخص واحد اللي فيه هذا، تمام ندخل نجرب شباب واحد واحد ونشوف شلون الوضع معلم. اوكي يا ستير خلينا نجي هون على التدريب هون معلم، نعمل تزويد ونجي لهون نشوف لا وين رحت انا؟ اول بلا نجي لهون تدريب كالعاده ونجرب شباب، نجربهم واحد واحد. يلا هات نشوف، يلا يا معلم لوز، هذا هو التبسون. نجي لهون نجي على الرشاشة، نجي لهون التبسون 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 التبسون. اوكي هذا الجليد الازرق يا شباب، 27ات 120 شباب، سرعته حلوة والله، صريع ما يشبه شيء، صريع ما يشبه شيء. اوكي اصبر شوي، 97 يضرب معلم هذا 55. اوكي ايم راح هذاك الثاني يا جدك، بدنا نشوف. اوكي تمام، شوف البربرة مع تبيته معلم 16 بتطلع برا، تمام تمام تمام. هذا يعني اوكي ماشي، مش هذا صراحة عجبني الازرق عاجبني. اوكي طيب جربنا هذا الشاب، هذا فيه معدل اطلاق النار والدقة صراحة، شفت شفت الشاب السريع ويعني والهجاتات يعني الهيت شوتات، الهيت شوتات يعني عم له صريح عجبني. هذا التبسون عجبني، هذا الازرق باللوز. اوكي نجرب اللي بعده الشباب، هذا اللي بعده معلم. طب تبسون وش اسمه هذا، هذا الناري هذا فيه الضرر واثنين مدى، هذا لازم يكون شباب اذا لعبك شباب كل هون كل تبسون على حسب لعبك يا شباب، يعني في هذا تبسون هذا كل سلاح على حسب لعبك كمان لازم تعرف، فهمتني؟ يعني اذا انت لاعب بتلعب كثير من بعد
انا صراحه بلعب كتير من 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 من, من المدى البعدي، فهمت علي شلون؟ يعني هذا ممكن يكون باللوس بشاني، فهمتني علي شلون؟ هذا نشيل لهون، اوكي نعمل تزويد، تمام. هذا النار يكون نشربه معلم باللوس، ليتس جو. هذا كان يضرب تقريبا ضرر 25 هيك شيء، تمام. هذا بتضرر عنه، تطلع هذا لنشوف. اوكي نجي لهون، نجي لهون، اوبسون، تمام. هذا الناري معلم، اوكي 26 زاد يعني واحد، بس ولكن يعني مو صح، ما بشوف الفرق بين الطرفين، يعني بين الضرر 336، اوكي 26 يضرب. هذا ندخل شوف باللعب معلم، شوف هيك اسلحه يعني خاصة الضبطون، يعني هيك ما بعرف، ما بيطلع معي الفرق بيناتهم. اوكي شوف هذا المدى تبعه، هذا فيه مدى، ايوه خلينا نشوف. اوكي هذا مش عارف يعمل، مش عارف كذي، خلينا نشوف. ويلي يا خلينا ندرب اول 140 معلم هيك، اوكي هيك حلو من بعد، هيك تبعت تطلع 19، حلو مدى هيك 14، حلو 13. ويلي قتلته. اوكي بالنسبه للسرعه شباب، هذا مثل ما شفنا سرعته حلوه، تمام. وضرر تقريبا يضرب 25 هيك، يعني 19 كذا هيك، ضرر حلو سرعته حلوه، تمام. عندنا هذا فيه ضرر بالمدى تبعه كمان، هذا بالضرر بالمدى يعني ما يشبه شيء، بس لكن انا حجرب شباب اللي اسمه هذا فرج الفجر البري، هذا فيه مدى، هذا شغل يعني تبرير معلم، تخترق درع معلم بتهري اللاعب هري باين من الوضع تبعه، يعني هذا الشباب هذا فهمت علي شلون؟ لتهري اللاعب هري معلم، فهمتني؟ تخترق درع كذا، بتنزل الدرع تبعه بتشويشوي وفيه المدى، اوكي؟ هذا ندخل نجرب هذا بشكل، هذا يمكن ما راح يبين معنا الاوضاع شلون راح تكون، هلا ندخل ونشوف على ادم شخصية هون، على تعيد التدريب، اوكي. اوكي هات لنشوف 25 نفس هذاك الثاني 25 124 هذا هو، هذا كان مضرب 26 اللي قبله جربناه، اوكي هذا هو عم يخلق هون ضرر فعال، ضرر في الثانيه كذا، بيعطيك كل التفاصيل. ندخل نشوف هون هذا اللوز، تمام. هات لنجرب هذا من بعد معلم شلون وضعه، هذا بيخترق درع، انا حابب ابربر شوي واشوف، خلي هذا يقتلني 13، بدي يقتلني صراحه. يلا اقتل اقتل اقتل، نشوف تعال وينك، تعال اقتل يا ابو، قتلوا يا الله، اترك لي الكيل، ويلي يلا، اوكي اقتل 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 اقتل، يا الله بدنا نجرب، ول بدنا نجرب معلم، يا الله بدي اندمج عليه هيك، شفت 15 اي راح، اقتل 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 هذا، يا الله ما بعرف مين ضربني شباب، بس حبيبي والله. المهم شباب ما راح يبين معنا المعلم هذا، بس ولكن اصبر شوف اللاعب كيف تبعه، واحد وراي، اوه رفعت شوية الهيد شباب، ول 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 اوكي 15 بربر معناه 19، لا بشغل بربره شغال معلم، فهمت علي شلون؟ ماشي حاله يا حبيبي. الان شباب اللحظه الاخيره اللي هي شباب نجرب فيها اللي هو الاغلى الواحد، تمام. طب زي ما جات النمر، هذا ندخل نشوف، نجي لهون، هذا فيه 2 ضرر شباب ودقه، يعني هذا الضرر معلم يعني لازم يكون باللوز. اوكي شوف في واحد ثاني فيه ضرر غير هذول، هذا فيه ضرر واحد، يعني هذا شباب على حسب الضرر شفنا الفرق جاو انه هذا راح يضرب على شخصيه ادم، راح يضرب تقريبا 26 ولا 27، هذا بندخل نشوف، يلا نشوف باللوز، هات نشوف هذا، يلا نجي لهون، نجي لهون كالعادة يا طيبين، نجي لهون، اوكي هذا معلم اللي هو يعني لازم يكون توب توب، 27 ضرب 27، ايش بضرب 27؟ مش عم بضرب 20 ذي جدا، 27، شباب 20 27 بس، ولكن غريب هذاك اللي عم بضربه كان، اوكي يمكن في معلم، ايوه زبطت، هي 27، معناته ممكن تضرب على اصبعته ولا هيك معلم ما بنحسب يعني، او بضرب على جسمه ولا هيك ولا، المهم هذا ندخل نجربه باللعب هذا شباب، لنشوف لنشوف هات لنشوف هات لنشوف شباب الفرق بين هذول كلياتهم. اوكي وين الشباب؟ ويلي وينكم يا ول؟ وين؟ شوف المدى تبعه معلم، ويلي
الله. لا 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 معلم، ابوس ايدك معلم معلم. هذا نشوف هذا دمي اربعه يا جدك، هذا يقتلني، هذا دمي اربعه يا شباب. ويلي والله يعني ماشي حاله. دمي اربعه شباب، انا جماعه حبقى عايش. دمي اربعه 15 ضرب من بعد. اوكي ويلي شويته شويه يا جدك ويلي. دمي اربعه بشري يا الله، دمي اربعه شباب انا عايش. اي قلنا دمي معلم فول. شوف هذا معلم 13 يضرب اللوز اللي ورا معلم، جاي يخطرني هذا اخونا. لا يا شباب التدريب معلم ما بتعرف وين بيجيك الضرب يا جدك. هات لنشوف هذا الوضع، هذا ايوه هذا اوكي 12 بولين تبعه سنايبر ابو شريك. اه سنايبر شويته شوي، اهبط يا صاحبي. اوكي واحد فوق وين ولا شو؟ بنطوطوا بيلعب، بيطلعوا فوق بيطلعوا كلنا بيروحوا هذول. قول لي وات. اوكي صراحه اخواني شباب صرت ما حد ما حد ما حد عارف ما حد يعني، هذا شفت انه ضرره اقوى تمام، هذا قد يعني ضربه 27 اوكي، بينما هذول كانوا يضربوا يعني اقل من 27 منهم يضربوا 25 وواحد منهم يضرب 26 اوكي يعني تمام تمام. انا صراحه شباب هذا الشيء اللي عجبني في فيهم اكثر شيء بالنسبه لي يعني، انا اللي المهم كثير اللي عجبني انا شباب توب واحد بالنسبه لي هو اللي هو اصبركم قلكم معلم، اصبركم قلكم يا معلم. طب واحد شباب بالنسبه لي هذا كثير عجبني تمام، فيه سرعه ودقه يعني، سرعه ودقه يا جماعه، سرعه ودقه يعني شو بدك احسن منك. هذا واحد حلو كمان اوكي، هذا بالنسبه للناس بتلعب يعني بحب اللعب اللي فيه معدل اطلاق النار، بينما هذا الشباب هذا الاكثر واحد فيه ضرر، ضرره قوي تمام وفيه دقه بنفس الوقت تمام. لاحظنا شفنا فيه دقه، بينما هذول الشباب هدول يعني انا الصراحه هذا كمان هذا فيه ضرر وهذا للمدى كمان. ماشي ماشي حلو صعب بالاخر شباب. انا بالنسبه لي عشان ما نطول عليكم شوف يعني كلهم تقريبا يعني توبسون هذا بيشبهوا بعضهم تقريبا، بس لكن في فرق عن 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 كل واحد منهم، فهمتوا علي؟ سو الله يسعد ياكم يا اساطير، طولنا بالمقطع هذا، ان شاء الله استمتعتوا معنا، ان شاء الله استفدتوا معنا. اعطوا رايكم بالتعليقات شباب شو هو الافضل واحد، وهل يا ترى هذه الحاضنه هي افضل حاضنه لناس تحت القرب ولا شلون؟ سو الله يسعد ياكم، اشوفكم على خير، اتمنى لكم يوم سعيد والسلام عليكم.